întinge, vântul bate, nu răzbate, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. صباح الخير، حان وقت الانطلاق في رحلة جديدة ونتابع رحلة اكتشاف الذات. مش عارف شو اليوم مستنينا، بس خلينا ننطلق. اوبا، السيارة ما عم تشتغل، ليش؟ السيارة ما تشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. حكينا مع الشركة بدهم يحولوني على المختص، واليوم يوم إجازة ساندي أحد، فبجوز هلا يصحوا من النوم عشان يرد علي يحكي لي شو مالها السيارة. إن شاء الله نقدر نمشي. وهي قاعدة سيارة لله، سيارة لله، ميكانيكي. طيب ميكانيكي لله، ميكانيكي شغلت. يا رب يا موسى. في سفر انا دائما بحكي كل تاخيره فيها خيره، واحنا كلياتنا بنحكي هالحكي، بس نحن ما بنطبق هالحكي عمليا. يعني لما واحد بيطلع مشوار وبشوف سيارته عطلانه، هو اليوم كله خرب، الله يعيننا على هاليوم. عصبيه ومشاكل وشمعنا. انا الانسان لازم دائما يتذكر انه هو اضعف من انه هو يحتوي كل ما يحصل في حياته، وانه مرات إرادة الله بتكون هي الحكمة وفيها الخير دائما. لذلك الإنسان ما يعصب أو ينرفز أو يخرب يومه كله بسبب حدث هون ولا هون. تخرب السيارة عادي، شو المشكلة؟ وهالسيارة مش عم تمشي.
راح الشعب راح الشعب مش عارف شو عم بصير اليوم. السيارة عطلت والشاي عم بوقع. يلا يلا دلقي القهوة خير ودلقي الشاي خيرين. حان وقت الإفطار. شكلها بجنن بس ما بعرف كيف طعمها. أومليت. أنا نجرب. مأساة مأساة طعم مأساة. مش عارف شو عم بصير اليوم. يعني لا أكل ظابط لا سيارة ظابطة. الشاي وقعناه. فكركم بيرجعوها؟ كانت لقمة صغيرة. خلينا نجرب. مرات حياتنا بتكون ضبابية، ما بنكون شايفين طريقنا لا لسعادة لا لنجاح، ما بنكون شايفين طريقنا حتى لبكرة. وهذا سببه أنه نحن مرات بنكون عالقين بالماضي وعالقين بالمشاكل البسيطة الديتيلز التفاصيل اللي مفروض ما تهم. لما الإنسان يكون عنده طريق واضح، أنا طالع اليوم في رحلة، عارف من وين بدي أنطلق ووين بدي أوصل، حتى لو كان الدنيا ضباب رح أضل مكمل طريقي، ما رح أسحب حالي وأرجع لأنه في شوية ضباب في حياتي. لذلك خلي دايما عندك هدف، وأهم شيء أنه الضباب والضبابية بشكل عام في الحياة ما تأثر على أعصابك وتطلعك بانفعال وردة فعل خاطئة تخليك تحيد عن الطريق اللي أنت ماشي فيه. ومرات على فكرة الضباب شغلة جميلة، ممكن الإنسان يتوقف للحظة ويستمتع فيها. ما كل واحد منا في مناطق مظلمة، هي المناطق اللي بنجهلها لما نقول في ردة فعل سلبية أو انفعال. خلينا نشوف هاي الأعماق المظلمة كيف ممكن نغيرها ونحسنها بحيث لما تصير في ردة فعل وهذا الطبيعي يطلع ردة فعل أجمل. تعال نشوف. تعال أفرجيكم أعماق الإنسان. لازم كل فترة يغوص في أعماقه حتى يفهم نفسه أكثر، يوصل لمرحلة من الإدراك والوعي. هاي المرحلة اللي كثير ناس ما بتعملها، ما بيغوصوا في أعماقهم، عايشين في الأوتوبايلوت، طيران آلي. خليك مرات توقف هيك وتنزل وتغوص في أعماقك حتى تكتشف مكنونات نفسيتك وتشوف الجماليات في أماكن يمكن كنت تعتقد إنه ما فيها جمال أبداً. تعالوا نشوف. أنا شخصية عميقة لذلك حيكون في كثير نزول. وشو رأيك؟ كل إنسان منا عنده عمق في شخصيته إذا بيدور عليه. لازم دائما حياتك تكون فيها تفكير ووقفة، مش في الحالات اللي بتكون كل شيء تمام، لا في الحالات اللي بتكون صعبة، لما بتكون أنت معصب فاقد سيطرتك على أعصابك. خلينا نشوف الأعماق. تعالوا نكمل. جاهزين تدخل اللاوعي؟ يلا. معظم ردود فعلنا بتجي من اللاوعي. الشطارة دائما انك تاخذ اللاوعي وتحط شغلات في الوعي تدركها لما يكون في ردة فعل. لما بصير في عصبية او شخص بيعصبك او بصير معك موقف، انكبت كاس الشاي، عطلت السيارة في مشوار مهم، صار عندي ضباب، تأخرت في موعد مهم، انت هون تلجأ مرات لللاوعي وبصير ردة فعل اوتوماتيكية على ضمن الشغلات اللي مخزنة في اللاوعي. الشطارة انك تسيطر على ما يوجد في اللاوعي عن طريق الوعي. ما بدنا نخلي الموضوع كومبليكيتد وصعب على الناس، لكن
خذ من اللاوعي شغلات للوعي، اعملها تنظيف، حط شغلات في اللاوعي تكون جاهزة لأي ردة فعل عشان تطلع شخص أنيق وشخص عميق واعي ومتحضر. اللاوعي عادة بيخزن أحداث قديمة، مشاعر معينة، ردود فعل أنت تعلمتها أو شفتها من غيرك، ودائماً غالباً بتكون شغلات سلبية. حلو كثير أن يكون اللاوعي فيه أشياء تدعو للفرح، تدعو للتسامح، تدعو للسلام الداخلي، تدعو لأنك أنت تخلي الطفل اللي كان في داخلك في يوم من الأيام يلعب ويمرح يظل دائماً موجود في هاللاوعي حتى تكون ردود فعلنا أكثر توازناً. حكيلي شو فيه باللاوعي تبعك، بحكي لك انت حتعيش سعيد ولا حتعيش طول عمرك منرفز ومعصب وكل ضغوطات الحياة تطلع أسوأ ما فيك. خلينا نشوف اللاوعي تبعي كيف ممكن يكون فيه شغلات كتير ممتعة ومرحة. حلو كتير انك انت تعيش هاي الحالة الطفولية، حلو انه يضل فيه دائما، وعلى فكرة هو موجود داخلك، موجود في اللاوعي، بس انت حطيت فوقه تراب وغبرة اشياء وفضلات وقاذورات من الحياة وضغوطاتها وردود الفعل اللي انت شفتها يمكن من شخص في الشارع، يمكن من والدك، يمكن من والدتك اللي يمكن ما كانوا يعرفوا يتعاملوا مع ضغوطات الحياة. حلو انه يكون في اللاوعي تبعك جزء بس وظيفته انه يحكي لك انه الحياة هي صعبة هالقد وممكن نستمتع بشغلات بسيطة جدا. ليش ما نستمتع؟ عيش حياتك، استمتع. فنجان القهوة، فنجان القهوة مش بطعمه ولا بملمسه، فنجان القهوة كذكرى، كشيء متعلق بطقوس. فنجان القهوة قديش بيعني بالنسبة لنا راحة نفسية، قديش بذكرني فنجان القهوة هذا بأمي، أول فنجان قهوة شربته في حياتي مع أمي، قديش بذكرني بأيام الدراسة اللي كنت أشرب فيها فنجان القهوة حتى أقدر أكمل اليوم، قديش بذكرني بالشتاء، قديش بذكرني بصوت فيروز الملائكي. فنجان القهوة موجود أيضاً باللاوعي تبعي. ليش موجود في اللاوعي؟ حتى أستحضره في لحظة أكون منفعل فيها وأرجع أفكر إنه مهما كان في صعوبات بعد شوي ممكن أعمل فنجان قهوة وأشربه وأعيش ذكريات جميلة مع الناس اللي بحبها ومع صوت فيروز أكيد. مدينة ألعاب جزء من الطفولة، كلياتنا وإحنا صغار كنا نحب نلعب، كانت بالنسبة إلا إنه نروح على مدينة ألعاب هذا أكبر شيء بيعطينا سعادة في الدنيا، كان هذا حلمنا في الحياة. واليوم لما كبرنا نطلع على الأشياء ونجي نحكي آه على أيام الطفولة وليش هالحسرة. خلي دائما هالطفولة جواتك، خلي مدينة الألعاب اللي كانت تعمل لك فرحة وانت عمرك 40 50 60 70 تعمل لك نفس الفرحة. تعرفوا ليش؟ لأنها مش مستاهلة، الحياة قصيرة. وخليك دائما بنفسية طفل وبتفكير إنسان واعي، هاي جمالية الحياة. في اللاشعور لازم يكون عندك منطقة خاصة بالراحة، المنطقة اللي بتفصل فيها عن كل مشاكل الحياة وبتلجأ لها عشان ترتاح من كل تعب الحياة. الحياة فيها كتير مسؤوليات ولازم نحملها ونمشي في الطريق، ما بصير ان احنا نترك مسؤولياتنا. بس ليش ما يكون عندك ولو 10 دقائق ربع ساعة تحس حالك وكأنك قاعد على كرسي وبنعمل لك مساج وبتفصل عن كل مشاكل الحياة وما بتفكر في اي شيء اخر. هاي الزاوية من زوايا اللاشعور، زوايا الحزن، زوايا الخوف اللي منتخبى فيها ومننعزل عن كل العالم، هي زوايا ضيقة جداً، نترك كل شيء جميل ومنتخبى في زاوية ما منكون حتى مرتاحين. ليش منترك هالزوايا في حياتنا؟
ليش بنضلنا عايشين في هاي الزاوية ومنترك كل شيء جميل؟ انطلق، اطلع من الزوايا ولا تخلي حجار ورا هيك، ولا تتخبى ورا عقبات ومشاكل وقصص وأحداث. الحياة دائما حتكون مليانة أحداث، منها الحزينة ومنها الجميلة، لكن عمرك ما تعيش في نقطة واحدة من الخوف أو الحزن، لأنه كل من عليها فان، وكل ما ضاقت تنفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. خليك متفائل دائما. اللجوء لله الرحمن الرحيم الغفور ليس فقط لجوء بحركات نؤديها، الموضوع أعمق من ذلك. إلجأ لله بأنك أنت توكل أمرك، وتذكر حسبي الله ونعم الوكيل. هاي مش دعوة بندعيها على إنسان، حسبي الله ونعم الوكيل هي تسليم أمرك لله. أعبد الله بطريقة تناسب الله، مش تعبد الله بالحركات. الحركات ليست كفاية، هي ضرورة، ولازم نعبد الله بالطريقة اللي وصف لنا إياها رب العالمين، نصلي ونصوم ونزكي، لكن الأهم أن يكون قلوبنا مع الله يقينا بأن الله سيخرجنا من أي ضيق. فإذا انفعلت وصار عندك عصبية أو خفت أو حسيت بالوحدة، تذكر أنه في رب ممكن يمسح على قلبك وتحس أنك إنسان ولدت من أول وجديد في كل مرة. خليك مع الله بقلبك. وهيك بنكون خلصنا رحلة سريعة في اللاوعي. حاول دائما انك تسيطر على الوعي تبعك، بحيث انه هذا الوعي مع التكرار يدخل كمان على اللاوعي. الحياة جميلة، اطلع من مآزق الحياة والانفعال اللي مش محسوب. لا، السيطر على الانفعالات، وحاول تخلي دائما اللاشعور وعقلك الباطن مليء بالذكريات الجميلة، التصرفات الجميلة، وقت الراحة، وقت اللعب. يلا خلينا نطلع.